كنطلب من الله وروسكم تبان الحقيقه ديال بنتي. انا ما عرفتش كيفاش بنتي وقع عليها، ما في اخباري والو، بنتي ما كتعاني لا من مرض لا من شي حاجه فيها. الوقت فين ما في راسي ما نعاود هضرت معايا يومين اللي ما هضرتش معايا قبل ما وقع هذا الشيء. الوقت فين طاحت قالوا لي بنتك طاحت، ما في راسي والو، ما حتى قالوا لي بنتك عيطوا عليا مع الصباح، ما عيطوش عليا حتى في الوقت اللي طاحت فيه، وهزوها وداوها للسبيطار وانا ما في اخباري والو. وقت عيطوا على اختي عاد قالت لي ما لحقنا حتى ل 8 ديال الصباح نصيبوها في السبيطار في غيبوبه، وما خلوني لا شتها لا قربت منها لا والو. ما عرفتش انا بنتي كيفاش وقعت ماتت، واش وقع بها والحوايج ديالها ثم غبطوهم علينا ما شناهمش، والمانطه ديالها قالوا لنا طايحه بها ما شناهاش، شراو لي وحده جديده دخلوها لي وحنا ما شنا الحوايج لا مانطه لدرك. وبغيت نعرف الحقيقه ديال بنتي باش ماتت تبرد ليا الحرقه ديالها، وانا تحركت عليها حرقوني فيها وضيعوها في شبابه. بغيت نعرف حقيقه بنتي باش ماتت ونعرف كيفاش وقع المشكل ديالها. انا ما في خباري والو، وقع عليها تسمم بكري وانا ما في خباريش. مره عاد دار عاد طفلتها ولا الله اعلم في المحمديه يسموها هي وراجلها وداوا دقزوا ليها وانا ما في خباري والو. تفات الوقت عاد قالت لي بنتي راها وقعوها وقع، داونا على الطبيب وداروا لنا عطانا الدواء. وعقبو ثاني ما عرفت ملي فاتهم الحال شي شويه داو عاد شي شعواده ولا فقيه ولا الله اعلم. مره اخرى ثاني في الفروج هابط عند ناس طفلتها مشات عند مرت خويا واختي ما عرفتش كانوا شاو تلاقاو معاهم في الفروج، داو يتغداو صابوهم ثاني في واحد الحاله ثاني صعيبه كيترطاو في يسالوا داك الشيء فايته حامله وعدت ثالث سيمانه والله اعلم. قالوا لنا في التحليلات باش طاح دار التحليله بحال اليوم والغا طاح ليه بنادم، والطبيب كيقول مع الدوال والدري مستحيل تلوح التيله ديالها. ومشينا عد حنا دينا ليه الرفيسه ديالها في الدار عادي كما كدير الناس من طيب، هما اللي طيبوا داك الشيء. سقاو ليها في نفس الوقت من حنا حطوا لنا العشاء ديالنا سقاو لنا بوحدنا وهي بوحدها. ما قلنا لي معلاش، قالت على حساب ما دايرينش لها الحرور والمساخن والدجاج البلدي سقاو ليها. هي عندها مشاكل مع عيالات الواسع، ما عمرها شكات لينا عليهم زعما، مره مناقشه هي وحده فيهم تعادت معاها مده عام ونص معاديه معاها. الوقت فين هقدت في الموت ديال الوالد تشكات الاخرى قالت لك هي عادهم قادت عليا بجوجات. ما تنتحرش بنتي انا عارفاها وما تقدرش دير شي حاجه في راسها على طبيعتها. مهم بنتي بشي حاجه باش توضا كتصلي كتق الله الحمد لله. هي دي من عندها شي داك ماشي زعما شي بنت ما عندهاش العقال ولا ما داك الوجه ينتحر ما تقدرش اختي راه تصلى توضا ما كان ما كاع الناس راه عارفه بنادم كله راه تحرق عليا وتشوى حرقوني فيها. ما نسمحش ليهم ما نسمحش ليهم ضيعوني في بنتي ضيعوها في شبابها. ما نسمحش ليهم، بغيت الحق ديال بنتي يبان، بغيت حق بنتي يبان. واش هاد البنت هاد الوجه يقدر يدير شي حاجه في راسو تنتحر على على الطبيعه ديالها؟ ما تقدرش دير شي حاجه في راسها بنتي. مهم عدى شي حاجه باش انتحرات ولا ما المهم ما انتحرش بنتي مقتوله الله اعلم بيه. باش انا بنتي واش كاين المنتحر كاين؟ بغيت حق بنتي يبان، بغيت الحقيقه ديال بنتي وجهكم تبان.